حنا لي فريز تاعنا كيما راكو تشوفوا خليناها باتت ليل كامل، وبعد ما باتت يعني شوفوا كيفاش نحلها معاكم بسم الله ونوريكم يعني هذاك السيلو تاعها كيفاش تلقت. وراني رايحين نبداو نصفو قبل السيلو ونعاودو نولو ان شاء الله. حنا رانا نحركو عليه ونديرو فوق النار هاديك 10 دقايق حتى 15 دقيقة قبل ما نديرو لي فغاز تاعنا. شوفو السيلو يعني بدا تخرج هاديك الرغوة، وحنا الرغوة ديما يعني نحو الرغوة كيما تعرفو المعاجن قاع يديرو الرغوة. شوفو بدا السيلو يعني تحسوه تقال، غير يبدا شوية يعني يتقال. احنا تاني مازال نحو في الرغوة، نبداو نديرو الفريزة تاعنا. حنا السيلو تاعنا خلاص، وراني رايحة نبدا نزيد نكمل نحي هاديك الرغوة ونبدا ندير لي فغاز. بسم الله نحبطو غير بشوية على هداك يعني الفريزة تاعنا باش ما نفسدوهاش نحافظو عليها. هنا لي فغاز نخلطوها غير بشوية ونخلوها على نار هادية. شوفوا الرغوة يعني ديما الرغوة نسيو نحوها. شوفوا حنا الرغوة ديما نحو الرغوة. شوفوا شاني نحي في الرغوة ونقولكم الرغوة لازم نحوها. خلاص لي فغاز تاعنا خلاص، حنا راهو طاب ومشدوش وقت كبير، ونطفو عليهم وبعد ما يبردو ان شاء الله نوريهم لكم حاضرين معاكم ان شاء الله. أو المعجون تاع نهار اليوم بسم الله يعني شوفوا، حبيت نوريكم كيفاش جاني السيدو تاعو ما شاء الله. ونقول لكم هذه الفراوله يعني راهي في وقتها تقدروا تحضروها العائله تاعكم وان شاء الله ديروه وتاكلوه بالصحه وفي امان الله.